تناقل والي الجزائر خلال زيارته الميدانية التفقدية لمتابعة أشغال بعض المشاريع الجري إنجازها على مستوى إقليم الولاية إلى مشروع حظيرة الرياح الكبرى المتضمن فضاءات التسلية والترفيه للعائلات والأطفال، ومسارات مخصصة للدراجات والمطاعم والأكشاك التجارية وغيرها من المرافق التي ستقدم أحسن الخدمات لساكنة العاصمة، خاصة على مستوى الجهة الغربية للولاية. وخلال زيارته أعطى الوالي تعليمات صارمة للقائمين على المشروع بالإسراع في عمليات إنجاز المواقف وتزيينها بإدراج المساحات الخضراء على مستواها، والتكثيف من عمليات التشجير والغطاء النباتي بالحظيرة، والرفع من وتيرة الأشغال المتعلقة بالممر العلوي الموجود داخل الحظيرة وتسليمه مع نهاية السنة الجارية، والإسراع في الدراسات المتعلقة بإضافة ممر خاص بفئة ذوي الهمم لتسهيل عملية تنقلهم على مستوى الجسر الرابط بين المنطقة الشمالية والجنوبية للحظيرة، ومسار خاص بتنقل الدراجات الهوائية